السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد إسماعيل من الأكاديمية الحديثة للتعليم الشامل. كلنا بندور على برامج مجانية بنحتاجها في حياتنا اليومية. النهاردة هشرح ليكم موقع بيديلك برنامج مجاني. كل اللي بتعمله إن أنت بتسجل في الموقع عادي جدا، مفيش أدنى مشكلة خالص، وبعد كده بيتحمله عادي مفيش مشكلة. أدي الموقع، أول حاجة هو ده الموقع. كل اللي بنعمله بنشوف هو حاطط النهاردة العروض إيه. هو حاطط النهاردة اللي هو VX سيرش برو، النهارده حاطه مجانا، هو تمنه 25 دولار، هو حاطه النهارده فري لمده اللي يقدر يحمله في مده تقريبا بيديك 3 ايام تقدر تحمل فيه. وفي برضه جوه الموقع عروض اخرى. الموقع بيديلك يعني العاب بنص سعرها او 3/4 سعرها او تقريبا بسعر رمزي للغايه جدا. فاللي عايز بيدوس على المكان اللي هو عايزه او عايز هو يحمل ايه. يعني مثلا ده برنامج ده فري اهو، وادي فري تاني، وهي دي برضك برنامج فري. يعني في مجموعة برامج فري وفي مجموعة برامج بفلوس، وتقريبا الفلوس مش يعني متبقاش كبيرة يعني لحد ما بالنسبة ليهم، يعني بالنسبة لسعر البرنامج بيبقى موفر عليك كتير جدا. كل اللي بعمله بدوس يس. هيطلب مني لما بدوس هنا داونلود، كل اللي هيطلب مني صفحة تانية هيقول لي ايه، سجل معانا في الموقع. ثانية واحدة بس عشان نكتب سنة اهو. بسجل بالايميل بتاعي عادي جدا، بحط انا منين، نوع النظام بتاعي، السيستم بتاعي جيف لايف، بحط اللي انا عايزه برضك، مانجر اللي انا محتاجه بحطه هنا، النوع الذكر او انثى. بعد كده بتقول له كام، بتدوس جيف اتو ميناو وخلاص بنسجل. بعد كده نخش على طول. هو بيدينا كل 3 ايام نسخة برنامج مجانية. وهنا عندنا كذا شيء، عندنا جيمز، هنشوف برضك العروض اللي نازلة فيها لو كان فيها عروض ولا لأ. أهي حاجة فري أهي، تمنها 115 دولار، نزلالك فري، تسجل عادي جدا. أهي أهي في حاجات هتلاقيها فري وفي حاجات بفلوس أهو خلاص. وهنا في حاجات اللي بيستخدم ماك في الأندرويد والايفون والايباد، ما اظنش ان هو هيكون فيها حاجه مجانيه، لان بسيطة بردك عليه ما لقيتش فيه اي حاجه مجانيه تقريبا اهو. حتى بص مع بعض اهو تقريبا، بس الاسعار رخيصه الى حد ما، الاسعار رخيصه جدا، نقدر الواحد يقدر يشتريها عادي لو معاه فيزا، معاه اي وسيله شراء اخرى يقدر يشتري بيها. ارجو يكون الدرس استفدتم منه، وما تنسوش الشير واللايك والسبسكرايب، واشوفكم في درس قادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.